طمني شو صار معها؟ في شي حال؟ مصاري جاهزة؟ لك شبك مستعجل على دفع المصاري كأنك متعبان فيه. نقول صباح الخير بالأول. يا سيدي صباح الخير. صباح النور. طمني إن شاء الله المفتاح طبق على القفل وفتحه. هذا يا تاج راسي طلع القفل مصدي. إزاي بقى ما بيفتحه؟ شو الحظ اللي أنا أول مرة بتتعسر لي شغلة هيك. شو يا بي؟ مين ربح الشرط أنا ولا أنت؟ أنت يا معلم. ما قلت لكم ما في فايدة. يعني ما في فايدة. نو أخي وين معاملة؟ هي السلام عليكم. عليكم السلام أخي إبراهيم. أنت قديش صار لك تشتغل هون؟ من 20 سنة بعرف كل موظفينها واحد واحد، مين بيكذب مين بيصدق مين بيرش ومين بينش. طيب المدير شو بتعرف عنه؟ بيقبض؟ بدك ضميري؟ إذا التقى. لسه ما عرفت عنه شيء. خوش لساته متعين جديد هون، بس كل شوارب وإلى مقصها وكل واحد وإله تمنه. اسمع لقلك أبرق، شو رأيك مازالك أنت تعرف كل الخشات تبع الموظفين وبتعرف مين بيقبض ومين بنش ومين برش؟ شو رأيك نشتغل سوا والرزق اللي بتجينا متقسمة بالنص، نصها لك ونصها لي؟ يعني 50-50. إيوه 50-50. ماشي الحال. عندك معاملة؟ ليك هذا شو؟ شوف لي هاد تمشي هاي؟ بتمشي ركض ما فيها شيء. توقيع واحد من أبو زاهر وبتنتهي. ايه قديه بتكلف هاي؟ هاي بتكلف لأبو 1000 ليرة. عظيم. أنا قابت من الجماعة 1500 ورقة، معناتها بزيد لنا 500 ورقة. ففتيتك 250 و250 ففتيتي. أعطيني ففتيتي. ايه ما حزرت. ليش؟ لأنه شو بيعرفني إنك رح تدفع لأبو زاهر 1000 ورقة كلها؟ بلكي دفعت له 500 الثانية. ليش مالك مأمن لي؟ حبيبي هي مصلحة ما بأمن فيها لأبي. أنا بدي أشوف كل شيء عم تدفعه بعيوني. إيه ما حزرت. ليش؟ لأنه إلي بيأمن لي، أما إذا شافك معي رح يخاف يقبض وما بيوقع المعاملة. ايه مزبوط. بسيطة معناها. اسمع لهلأ، انا بوقف يا عند الباب يا عند الشباب، بدي اشوف كل شيء بعيوني. ماشي الحال. قبلت. ايدك على المصاري. هاي الـ1000 ورقة. ماشي. لا هذا شو؟ ما حزرت. بطلت توقع المعاملة؟ لا عن اذنك بس 5 دقايق. وين رايح؟ انت اكبر قدر هلا وقتها. المدير بمكتبه؟ مين حضرتك؟ أنا مدامته للمدير العام. أهلا وسهلا مدام. أهلا وسهلا مدام، نورت المديرية. بالحقيقة المدير العام وهم، بس ما بيطول هلأ بيرجع. شرفي تفضل. اجا؟ لا مدامته. مدامته جوا؟ يي 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 انكشفنا. شفتي له؟ شبك شبك شبك. يي 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 يي. شفتي له؟ يي 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 يي. اهلا
اهلين وسهلين، اهلين وسهلين مدام، نورتي المكتب. شو هدول يا ابو صالح؟ هدول اواعي الدكتور. ها اواعي الدكتور. وليش شالحهم هون؟ شالحهم لانه يا مدام شوب شوي شوب شايفه كيف؟ وبعدين شلح الجاكيت. والبنطلون كمان شوب وشلحه؟ لا البنطلون ما بشوب. انت عمرك سمعتي بنطلون بشوب؟ ما بشوب. شو القصه يا ابو صالح؟ الدكتور احمد وينه؟ وين يعني وين بده يكون؟ وصل مشوار على الوزاره وماشي. بدون ثياب؟ بدون لا هلا تذكرت لما اجى على بكره الصبح كان حامل كيس في طقم جديد، هذا اكيد لبسه وراح فيه على الوزاره، بيظهر عنده الاجتماع مهم كثير يا مدام. انت متاكد يا ابو صالح؟ طبعا متاكد. يعني معقول يا مدام انه واحد يروح على الوزاره بلا بنطلون؟ يعني انا عشت كل هالعمر كله ما شفت واحد راح بلا بنطلون، بلا جربه، معلش يروح. ما حريت يصطفي. بس هي وزارة لازم يكون لابس بنطلون. لك أبو صالح. نعم بندل. أنا بعرفك ما بتكذب. قول الحقيقة. ليش لحتى أكذب يا مدام؟ يعني أنا في بالعادة أكذب؟ ما بكذب. هذا الباب لوين بيودي؟ هذا الباب؟ إيه هذا الباب. هذا الباب بيودي لبعيد. لوين بيودي؟ وين ما بدك. الواحد يعني خلصني لوين بيودي؟ بيودي على الربوي على لا عفوا مدام لا تاخذيني بيودي على الكاريدور. افتحوا. نعم افتح الباب. فكري انا يعني ما نفتحه اليوم. ما معك مفاتيح؟ افتح الباب. في مفاتيح. يلا خلصني افتح الباب. بس يعني عم بستنى. حاضر بس لو تأجليها لبكره يلا كان احسن. شو رايك انت؟ لا هلا مو احسن هلا. يلا افتح الباب. طيب هلا خلصني. لا خايف ما يا الله 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 يا الله. الحقيقة يا مدام ما في عنا غير هالبابين، هالباب وهالباب، وإذا مالك مصدقة هي المكتب قدامك. طيب بيتأخر أحمد ليرجع؟ الحقيقة ما بعرف، بيجوز ساعة، بيجوز ساعتين، بيجوز ثلاثة، بيجوز ما يرجع بنوب. لا يعني على هوا اجتماع. رح أستناه، عمل لي فنجان قهوة. حاضر، على عيني وراسي، وهي كمان مشان يا مدام تحلي سنونك. يعني بين مزيج القهوة شوف يعني بلا بنطلون صعب يروح. خلص فهمنا. عمل لي قهوة. حاضر شكرا. صوتك حلو كلك على بعضك حلوة. ميرسي مدام. بشو بقدر أخدمك؟ عفوا مدام على شو عم تدوري؟ عفوا مدام إذا سمحتي ممكن أعرف من حضرتك؟ أنا مدامة المدير العام. اهلين وسهلين مدام. اهلين وسهلين المديريه نورت. تفضلي فرصه سعيده كثير. تفضلي ارتاحي. تفضلي ارتاحي. وينه؟ مينو هاد؟ المدير العام. ليش مو بمكتبه؟ ما بعرف انا ما فتت لمكتبه. قلت لاجي اتعرف عليكي بالاول.
أهلين وسهلين مدام، حصل لي شرف معرفتك. دقيقة واحدة لأتأكد إذا كان مدير بمكتبه ولا لا. دقيقة. سيادة المدير العام لو سمحتي. حاضر سيادة المدير العام. سيادة المدير العام، سيادة المدير العام. يظهر طلع. عفوا مدام يظهر طلع. ما بتعرفي وين راح؟ للأسف لا. في سكرتيرة ما بتعرف وين بيكون مديرة؟ مو على أساس أنت المسؤولة عن مواعيده. صحيح، بس المدير العام، عفوا قصدي سيادة المدير العام، ما بيقول لحدا وين رايح. معقولة يكون بالوزارة؟ ما بعتقد. ليش؟ وزيرنا مسافر برات البلد. طيب شكرا. وين مدام؟ ما بتشرب شيء؟ ما حلو المدير بيزعل، قصدي سيادة المدير العام. بيزعل؟ لا معلش، بشربها مرة تانية. عن إذنك. مع السلامة مدام. هي احلى فنجان قهوه. شو وين راحت؟ عجيب ما في حدا، مع انه غلطه هون. الله يستر، كنا انكشفنا. ايه شو عم تبربر وتقول؟ ايه لا تأذي ولا تأذي، لا نأذيكم. ايه مين شو عم تحكي؟ لا ما في شيء. انا بيطلع الحكي لحاله هيك، ما بعرف امتى. يعني اميره خانوم، بس انت لساتك هون، افتكرتك رحتي. ما قلت لك بدي انتظر احمد ليرجع؟ تفضلي ارتاحي، المكتب مكتبك. تفضلي ابو صالح. نعم. انت شو مخبي علي؟ انا شو مخبي عليكي؟ شو مخبي؟ ماني مخبي شيء. شو بدي اخبي عليكي؟ لكان شو قصدك بكلمة كنا انكشفنا؟ كنا انكشفنا يعني ابو صالح. نعم ما كنا انكشفنا. احمد مو بالوزارة، انا اتصلت لهونيك وما لقيته. ما لقيتي ما بجوز يكون يعني رجع، طلع يعني نزل، ما بعرف يعني. قالوا لي اليوم ما شافوه بنوب. ما شافوه ابدا، ما شافوا. يعني بيكون لسه، يمكن لسه ما وصل لعندهم. ايه ما وصل. طريق طويل وبتمشي بتمشي 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 لحتى تصل. طويل. انت ليش عم تلف وتدور؟ قل لي احمد وينه؟ احمد راح على الوزاره وهلا بس يجي. حضرتك اسالي على كل شيء بدك اياه. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ابو زائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو زاهر. اهلين ابو رعد. اهلين ابو زاهر. هالمعامله محتاجه لتوقيعك الكريم. وهي لمين هي؟ لواحد صاحبي. بس هي بعرف استاذ، بعرف دبرها بمعرفتك. مو على عيني، مو حلت البركه يا ابو رعد؟ وهي تكرم عينك. ها تفضل اخي، هي خالصه وعلى الاكل. الله يسلم هالديات. ودياتك يا حق. يعني ما عاد بدها شيء ثاني؟ لا 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 ابدا. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. تعال وسخني. يا سلام. شفت بعينك شلون؟ بري عليك. وطي صوتك. بري عليك. ايوه هات المعامله. ايدك بالاول على المصاري. ها ايه هيلي. هي 50. هات المعاملة. بالأول في بيناتنا حساب. أنا حساب هي وصلوك 250 ورقة على دوس معرفة. هسا الشرط يلي خسرته ولا نسيت؟
لا ما نسيت، بس لا تقوي. ما رح قوي لها، بس رح خليها تذكرك انه بلاي ما بتحسن تشتغل شيء. انت شو اسمك؟ ابو رحاد. اسال حي الله موظف يدلك علي وهي المعامله. الله لا يشبع له. صالح، انا الدكتور احمد. اوعى تذكر اسمي. ايه بس انا بحكيك، انت لا ترد. قل لي مالتي عندك بالمكتب مو هيك؟ ايه ابو صالح، بتجيب لي اوعيه؟ انا عم بستناك بالطابق الاول. ايه عند حصاله التليفون. إيه. لا تاخر. حاضر مين ابو صالح؟ مرتي بدها ربطة خبز. نحن عنا عروا ولاد يا مدام، عروا ولاد. لوين اخذهم؟ بدي اخذهم لعند الكوى مشان نظف لهم، هيك قال لي الدكتور. لا اتركهم، انا بغسلهم بالبيت. لا معلش، بعدين بزعل مني الدكتور. ولا يهمك، انا بقول له ما خليتك تاخذهم على المصبره. بس يا مدام لازم اخذهم هلا وبسرعه. وانا ما راح اخليك تاخذهم، جوزي وانا حرفي. بس يعني اتركهم. اخ علينا. شو عم تقول؟ ما في شيء، نروح نجيب الخبزات. المدام ما خلتني اخذهم. لساتها هي بالمكتب؟ لساتها بالمكتب. قلت لها هدول اواعي الدكتور، بدي اخذهم على المصبغه مشان ننظف لهم مرضي. تعنيني. سالتك عني؟ سالتني. قلت لها عنده اجتماع بالوزاره، اجتماع كبير. بدون اواعي؟ لا، قلت لها انا اشتريت طقم جديد لبسته ورحت، وهلا انا لازم انزل على السوق اشتري لك طقم جديد تلبسه وتدخل فيه. لا اجل يا هلا، لاني لازم اكون بالمكتب قبل ما يتصرفوا بالمصاري. مين هدول؟ بعدين بحكي لك، سبقني على المكتب. حاضر، خذ هي مشان تتسلى فيها. مرحبا اخي. اهلا وسهلا. معك ليره؟ ما معي ليره. يا عيب، السلام عليكم. كيف بطلوها العاده؟ بطلوها عطش حالي هي. عيب، حاجه بكفي. لا تواخذنا. الله معك. معناتها ما في طريقه غير احكي له شيء خط داخلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تاشاسي، ممكن احكي بالتليفون؟ بس هذا التليفون داخلي. ايه لو داخلي، انا بدي احكي مع الاستاذ سليم. تفضل. هيزي فضلك. هذا رقم المدير العام. ايه وشو فيها؟ حط من ايدك وروح اتصل من محل تاني. اسمع لقلك، طيب معك شي ورقة نقل بيها الخمس ورقات؟ خذ هاي ليرتين، اتصل من وين ما بدك بس مو من عندي. ما بدك الخمسة بدلا؟ لا الله يسامحك. سعيد يسألك. ايه مرتك لساته شعرتها منكوشي؟ انت مين خبرك؟ ليكو مكتوب على جبينك. شو ما بتتفرج على جبينك قبل ما اطلع من البيت؟ شو هالحكي؟ ايه ما مكتوب شي. Thank you.
الو الو مين؟ ما عم اسمع لي صوتك، ما عم ارتفاع؟ حاول ترفع. الو مين؟ اهلين 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 دكتور، اعطيني اياه، بدي احكي معه. اعطيني اياه، بدي احكي معه. انا اعطيني اياه، بدي احكي معه. هي بدها اعطيني. انت ما بدك هات السماعه. الو وينك انت؟ عم بحكي من مجلس الوزراء. ما بحسن، بدي اتاخر شوي، بطلع من هون على البيت فورا. يعني مالك جاي على المديريه؟ ما بعتقد، الاجتماع بجوز ما يخلص لنهايه الدوام. طيب على راحتك. اميره ما سالتك شو بدك مني؟ ليش جاي على الشركه؟ في شيء مهم؟ لا ما في شيء، بالبيت بنحكي. مع السلامة. مع السلامة مدام. استاذ طلال. نعم استاذ. ابعت لي ابو صالح، وبعد ما تبعته كمان ابعت لي خبر لهذا ابو زاهر واللي اسمه ابو رعد، يجوا لعندي بسرعه. حاضر استاذ. تعال لك المدام فهمته. هلا هذا الباب مين فتحه؟ المدام قالت لي افتحه. ما بيصير، انا بس اللي بقول لك افتحه. حاضر. شو بقى لنا؟ خير خير؟ ما في شيء، قرصتني نحلة. إذا إيه كان خليني ندور لك على سنتوم افرط لك اياها فيها. هلا تعاوني لألبس. تعال. شوفي في جماعة جايبين طقم كنبيات للدكتور أحمد. طقم كنبيات؟ أحمد اشتراهن من شان يعمل لي إياها مفاجأة؟ بجوز، بس كان رافض نشتريهم بإصرار. شو اللي غير رأيه؟ أكيد عملها من شان يغطي على شي تاني. بس كل شي صار معي بالشركة مو داخل لعقلي. أكيد أكيد أحمد مخبي علي شي وبده يراضيني من شانه. ماشي، بسيطة يا أحمد، بسيطة. أهلين سميرة. الحمد لله، شلونك أنتي؟ مبروك العفش الجديد. يي، شو عرفك؟ نحن اشترينا لكم يا ما هان علي أختي أميرة تشتهي شغلي وما تشتريها. طيب ليش عذبتي حالك؟ ما كان في لزوم. ولو يا أميرة، نحن أخوات. بعدين نحن ما قدمنا لكم هدية بمناسبة استلام أبو طارق المديرية. الله يقدرني على مكافاتك يا أختي. لسه الأيام جاية وأكيد رح نحتاج أبو طارق بشي شغلة. تكرم عينك، ولو نحن بالخدمة. بعرف أختي بعرف، أبو طارق ما بيقصر، ما في مثله. خليني أشوفك. أهلين، مع السلامة وشكرا كثير لك. الله معك، مع السلامة. الأستاذ ممدوح مبسوط منكم كثير، وعم يقول لي إنكم موظفين أكفاء نشيطين شرفاء، وأنا طلبتكم لحتى أقدم لكم الشكر بنفسي. لا شكر على واجب يا سيادة المدير. إن شاء الله نحن دائما عند حسن ظنكم فينا. شو حسن؟ عند حسن يا ابني. عند حسن زيدي، عند حسن ظنكم فينا. نعم. تفضل أستاذ، هدول اللي طلبتوهم.
عظيم عظيم. قديش حقهم؟ 1000 ليرة. ايه بسيط. شو هالنسوة هاي؟ حاطت المصاري بالجاكيت الثاني. طيب ماشي، قل له اني بعدين بحاسبه. بده حقهم هلا. طيب ادفع له انت وبحاسبك لك. انا منين ال1000 ليرة والدنيا لسه اخر الشهر. طيب والعمل هلا؟ انا بشوف احسن شيء نرجعهم وبكره بنشتري غيره. لا شو رجعهم؟ قلت لك اني انا بحاجتهم ضروري. ما بعرف، دبر حالك. طيب ماشي، انت تيسر انا بدبر حالك. استاذ عفوا، معك شيء 1000 ليرة؟ 1000 ليرة؟ لو سمحت. مو على عينتي هي. شغلة بسيطة سيدي. نحن كلنا على حسابكم. حلك البركة. يا ريت نقي لي اياهم جدد بس. جدد؟ امرك سيدي، على راسي. لا تاخذوا سيدي الا جدد وسخنين كمان. سخنين سيدي. تفضل. تفضل سيدي. يسلموا ايديك. الف هرب طب الغرض. تسلم يا رب. مو معقول. مو معقول ابدا. خير شوفي سيدي. شوف. شوفي. نفس الارقام. ارقام شو سيدي هاي؟ هدول ارقام ورقتين من فئه ال 500 ليره ادعى احد المراجعين انه اعطاهم لاحد الموظفين رشوه. انا بالاول ما صدقت، قلت له مستحيل يكون عندي فيه بالمديريه موظف بيرتشي. بقى ما قلت لي، شو رايك بالموضوع؟ عملتها بسيطه، بس لا تنسى انه رجلي ورجلك بالفلقه سوا. سيدي انا بعترف انا بغلطتي سيدي. اي نعم بعترف بغلطتي. هذا سيدي الطويل اللي اجى لعب بعالي واعطاني 1000 ليرة. سيدي انت اللي اعطيته المصاري؟ ابدا سيدي، انا ما دخلني النوب، لا شفته ولا اعطيته شيء ولا اخذت منه شيء بنوب. عم تبلاني سيدي. طيب شو رايك فتشك وطالع من جيبتك 250 ليرة هي ارقامهم؟ شو قلت؟ فتشك؟ ما في داعي استاذ. وهلا شو بتريدوني اعمل فيكم؟ ببوس ايدك استاذ، سامحني، بوعدك ما عاد عيدها. سيدي انا غلطت سيدي وبكون السماح سيدي. طبعا انا ممكن احولكم للقضاء بتهمة الرشوة، بس ما بحب خربان البيوت. هالمرة رح اعطيكم فرصة تكفروا فيها عن غلطتكم. هاي المعاملة رح خليها عندي، لكن اذا كررتوها واخذتوا رشوة من حدا ما تلوموا الا نفسكم، فهمتوا؟ التوبة بحياتي ما رح عيدها. التوبة. وانا كمان سيدي التوبة. التوبة سيدي. خلاص خلاص. يلا صرفوا لمكاتبكم. الله يوفقكم سيدي، الله يرفع البلاء عنكم وعن اولادكم. ان شاء الله ما بنحترمك سيدي، ان شاء الله طولنا بامرك. خلاص امرك سيدي. امرك. روح ابرعد. ابرعد؟ نعم استاذ. تعال تعال، هات ال 250 ليرة. على عيني استاذ. الفتي تبعك هاتو. تفضل. اوعى تعيدها. حاضر استاذ. يلا الله معك. شكرا سيدي، سلام عليك. سلام. عجبك؟ حلو كتير، بجنن. بس بس شو؟ بابا عنده علم بالموضوع؟ لا ماما، شلون بتشتري كل هالغلط بدون علم بابا؟ انتي ماني شايفة مشاكلكم انه عم تكتر كتير؟ يا امي والله انا خايفة عليكم. انا ما اشتريت شي. لكن منين كل هالغلط؟ هدول من بيت حماكي. بيت حماي؟ خالتك وجوز خالتك اشتروا لنا اياهم هدية، حلوان منصب ابوكي الجديد. غريب، حسام ما جاب لي سيرة ابدا، يمكن خلالي اياها مفاجأة. Bye.
اتصلوا فيه اللي لازم يروح على مجلس الوزراء، فقلت ما حلو يروح بالطقم القديم. قديم؟ ما صار لي اسبوع شاريت لك اياه. بعدين من امتى بتشتري ثيابك لحالك؟ على طول انا اللي بشتري لك اياه هون. هذا اللي صار، شو بساوي يعني؟ شو؟ مسيحي هيك شو؟ ان شاء الله مفكر اني صدقتك. هات لشوف وين كنت ومع مين؟ كنت بمجلس الوزراء. وشو قصة ثيابك اللي شالحهم بالمكتب؟ لك وطي صوتك، عيب الحكي قدام الاولاد. ليش شالح ثيابك بالمكتب؟ فسر لي، اقنعني، بطل شك. شوفي اميره، انا حر ايه، ومالي ملزم اشرح لك كل شيء بيصير معي بالمكتب. بعدين انا لك انا حر، بشرح انت ما بدي وبلبس انت ما بدي، فهمتي؟ بعدين هشر وحبر. يعني هلا شلون بدي هشر وحبر؟ هلا صار سبت انا مين مسؤول؟ اه شو قصتكم انتم؟ يتخانقوا ما دخلني انا، نهز بدني اللي ما عطيني لا هشر ولا حبر. اختار يا انا يا هي. مين هي؟ سكرتيرة بالحسناء انشبر ونص. شو دخل السكرتيرة بالموضوع؟ قلبي ما ارتاح لها. ما المهم انت ترتاحي لها، المهم انا ارتاح لها بالشغل. اسمع احمد، انا بعد ما تجوزتك ما خليتك تحط ممرضه بدالي بالعياده مشان ما تلعب عينك عليها. فاذا بتحبني وبدك اياني ضل معك، تبعد السكرتيره عنك. عين سكرتير بدالها، شو بتخسر؟ هلا قيميني من قصه السكرتيره والسكرتير وفهميني، منين هذا طقم الكنبايات اللي برا؟ أنا ما فهمتك إنك ما تشتري. أنا ما اشتريت شيء. لك منين؟ اجونا هدية. هدية؟ من مين؟ أختي وجوزها اشتروا لنا ياهن هدية حلوان منصبك الجديد. حلوان منصب جديد؟ أبصر جوز أختك هالغالي على شو عم يرسم. تفضل دكتور. تفضل. يسلم هدياتي يا أبو صالح. صحتين وهنا. ما قلت لي الشغل هون احسن ولا بالعياده؟ انا ما راح جاوبك، سأل صديقك الدكتور وهو بيقول لك. لا زيني، انا بعرف جوابكم انتوا الاثنين. هلا كل هالشيء صار معك بهالمده القصيره هي؟ المشكله يا وحيد اني ماشي بطريق وما لي عارفان شو نهايته، والمشكله الاكبر اني لحالي، مثل ما بيقولوا بيد وحده ما بتسفي. بس قلت لي انه في موظفين شرفاء وعم بيساعدوك. مزبوط، بس قلال شوي. هلا شو بدنا بيسيري؟ قل لي شو اخر اخبارك الفنيه؟ عم انتظرك. تنتظرني لي؟ ايه. مشان شو؟ عم انتظر منك تفصيل دقيق ليومياتك وكل طرفه مرت معك بدك تحكي لي اياها. وهالشي بشو بيفيدك؟ رح اعمل منه مسلسل جديد وسميه يوميات مدير عام. نعم مدام، تعال شيل الفناجين من هون.
نوبار؟ ايه في امبارح نواف جم. ايه كثير منيح، جهزيهم مشان نحطهم على وش المقلوبة. على عيني مدام. ايه اختي لوين وصلنا؟ مين صرتي مسجلة؟ خدي ريون انت. وداد خانم، نهال خانم، اعتدال خانم، وعد. منو هي وعد؟ هلا ما عدتي تعرفي وعد جارتنا؟ وليش شو عزمتيها هاي؟ بلاها اختي هاي، بلاها، اشطبيها، شرشوحة. بس هاي جارتنا من 10 سنين وفي بيناتنا خبز وملح. ابقي قولي لصباح الخير ومساء الخير، حكي لك ياها كلمتين على مدخل البناية. بس تعزميها على هيك حفلة؟ لا اختي، ما في داعي بنوب. بعدين هاي مو خجلة تقعد بين المجتمعات الراقية، لبسها مبهدل وحديثها بلدي. ما بتفهم بالاتيكيت. بعدين دخلك فايت تطالع على عندك على الفاضي، جوزها موظف كحيان ما من وراه شي. افرضي شي يوم كانت قاعدة عندك وزارتك مرت وزير أو مرت مدير عام أو مرت متعهد كبير، شو رح يكون موقفك قدامها؟ أكيد راح تنخزي. أختي أنت لازم تعملي غربلة لهدول الناس وما تنقي منهم غير الطبقة الراقية يلي بتتناسب مع الناس اللي رح يزوروكي. معك حق، شطوبيه شرشوحة. ومين هاي سلمى؟ هاي رفيقة من أيام الدراسة. ممرضة؟ يا أميرة يا أميرة، أنت لازم تنسي هدول الناس على الآخر ولا تعطيهم فرصة يفكروكي أنك كنت ممرضة. معك حق، شطبية. الباقي معقولين، بس لازم تعزمي كمان، ما بكفي. مثل مين؟ أنا رأيي تعزمي سعاد خانم. مين هي سعاد خانم؟ مرت فاروق رفيقه لجوزي، متعهد كبير ومليان، مستواهم كتير رفع. لازم أختي تعزميهم وتتعرفي عليهم يتعرفوا عليكي. ما بتعرفي بالمستقبل بجوز يصير بيناتكم شغل. سجليها. استاذ طلال. مالك يا شرف لعندي شوي. حبيبي. نعم استاذ. خذ هدول القرارين مشيهم وبلغهم للاستاذ ابو شريف. حاضر استاذ. بتعمل شيء غيره؟ وهي البريد كمان خده ودققه. حاضر استاذ. ايه؟ الله يرزق الجميع وعنا ما يتخلى. الله بيستاهل. بيستاهل. قرارين بيوم واحد؟ أنا ماني مصدق عيوني. هات قريني هالقرارين لشوف، خليني أفرح معك. مكافأة ب5000 ليرة؟ إيها يا هيك المكافآت يا بلا، مو مثل مكافأتي 1500 ليرة. على كل حال ألف مبروك يا أبو شريف، أنت بتستاهل. شلون ما تقرأ القرار الثاني؟ هات لشوف سيدي. المهم القرار الأول مكافأة محرزي. بالعكس يا أبو معتز لا تغلط، قرار إعادة اعتباري وترجيعي معاون رئيس قسم عندي إياه أهم من 5000 و10000. ألف مبروك يا أبو شريف، من هلا لأعلى. الله يخلي لنا إياه ويبعد عنا أولاد الحرام يا رب. معك حق تخاف عليه، هالمدير بتصرفاته هي رح يضر عالم كتير، وعالم مو سهلة، ما رح يتركوه بحاله، بكره بيلاقوا له 1000 قصة بزحلقوه، يا اما بيتغير وبصير مثله مثل غيره. إذا صار هالشيء معناته خسارة كبيرة. الله يدفشو عنا ويريحنا منه. قادر يا كريم يا حق، شايف لك هالمدير رح يقطع برزتنا. شبك أبو زاهر؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ عاجبني شكلك. الله يجبر بخاطرك، ما سمعت هالكلمة غير منك. أبو زاهر، شو بدنا نعمل بالمدير العام؟ ما بعرف. شو رأيك؟ وينه؟ عم يجي بباري نرفع فيه شي عقوبة يعني؟
لا لا لا، عقوبة ما بتساوي شيء، يعني 1%، 2%، 3% لثلاث اشهر ما بتحل لنا مشكلتنا. طب رعد؟ عم امزح، شبك اوام بتعصب؟ يعني معقولة انا عاقب المدير العام؟ بقول لك قيم المزح وحط الجدحة. هاي شلنا المزح على جنب. يعني بدك تقنعني حضرتك انه انت مالك متواطئ معه؟ ومو انت اللي قايل له على حكاية الألف ليرة؟ انا؟ ايه انت؟ ليش كان في حدا بيناتنا لما اعطيتني الألف ليرة؟ لا يا ابو زاهر لا، وصلت معك انه تشك فيني؟ نحن من ايمتى بنتعامل مع بعض؟ من زمان. شي مره فتيت برات صحن معك؟ لا. لك ليش عم تشك فيني؟ لانه ما في حدا بيعرف موضوع الألف ليرة غيرك. لا يا ابو زاهر، حدا بيقطع رزقته بايده؟ هذا اللي بجنني، هذا اللي بجنني. عرفته. مين هو؟ ما في غيره. مين هو؟ خلاص، شلون ما شكيت فيه من الاول؟ بسيطة، أنا بفرجيه. لك فهمني مين هو؟ رايح آخذ تاري وتارك معه. وين رايح؟ اللي رايح صفي حسابي وحسابك معه. لسه في حسابات؟ لسه في حسابات كمان. مها فاضية اليوم بعد الظهر ولا مرتبطة بشي موعين؟ فاضية ليش؟ عم فكر روح نحضر مسرحية تخرج طلاب المعهد، عاملين أجمل رجل غريق في العالم، تاخذ العقل. أي منروح؟ أنا زمان ما حضرنا مسرح. طيب معناتها أنا اليوم بحجز تذكرتين وبمر لعندك باخدك ومنروح، أوكي؟ أوكي ماشي. مسيكم صالح. حبيبي مو هدول، أعطيني اللي جابه وحيد. ليش شو هدول؟ لابقين لك تمام وطالع فيهم حلو كتير. مو موضوع حلو كتير ولا مو حلو كتير، أنا ما بصير أتنكر بنفس الأواعي كل يوم وإلا بنكشف بعدين. إيه إذا كان هيك معك. هدول؟ ايوه. يلا هات لشوف. جايب معه قميص بقلب الكيس، ما مني اياه. لك ايه وين بده يروح؟ الا اما امسكه وفش كل اهلي. يا اخ يا اخ، ايوه شفتني واحد كبير بالعمر اصلع ورادد شعراته هيك وبيعمل هيك. شو بيعمل؟ هيك. لا ماشي. مع السلامة. مشينا المعامل اللي نرد عليكم. اخي وقفوا بالدور. الله يخليك. يا يمكن يا حبيبي يا عيوني انتم، وقفوا بالدور عم بقلكم. هنيك وقفوا على البحجرة. ممكن اخذ معك يا شباب. جاي المدير العام، جاي المدير العام. حمام بالدور جاي. تفضل اخي وقف بالدور. الله يرضى عليك. ما سمعت جاي من جيب العام؟ هي اشاعه. شو هالاشاعه؟ منين عرفت انها اشاعه؟ لانه انا اللي طالعتها. حتى لو طالعتها يا خويي. ما عملتي. الله يرضى عليك، بشيل لي المعامله. اي مو على عيني. خلي لي هالوجه الحلو. تكرم عيونك. تسلم يا رب. هي المعامله يعتبرها انتهيت. الله يخليك يا رب. اخي ترجع لعندي بعد جمعه. بتلاقيها جاهزة. جمعة كثير، مستعجل كثير، الله يخلي لي اياك وشيل لي اياها. يا اخي مو بايدي، الله وكيلك مو بايدي. مع عملتك بدها شغل كثير، ورغم ذلك كرامة لانسانيتك هي رح حاول اسرع لك فيها. شكرا. بس اللي عندك سؤال بسيط يا زلمة. امور حضرتك مو من حلب؟ من فصد حلب. يا عيني يا عيني. الله يخليك. لك انا بدي عزبك، بدي اياك تجيب لي معك كيلو زعتر حلبي. لانه زعتر حلب ما في اطيب منه بنوب، والولاد عندي بيموتوا على الزعتر. وقد ما بتدفع حقه انا جاهز. بس هيك؟ ايه على عيني. طيب اذا الكيلو صار ثلاثة بجي بكره برأي معملتي جاهزة؟ ان شاء الله. قول يا ميسر. يا ميسر. بس يا ريت تضيف لي شكيين ثلاثة صابون من النوع الغار، الغار الجيد جدا من النوع الفاخر. مو بتخلص بكره؟ ايه تكرم خاطرك. اخي قبل ما تمشي في لي عندك رجا صغير. اذا بتخلص بكره تفضل. الصابونات اللي بدك تجيب لي اياهم بدي اياهم من الماركة اللي عم يذيعوا عنها بالتلفزيون، لانه الاولاد عندي ما بتحمموا الا فيها. لكم غير نوع بتقول هيك عم يتحسسوا. يا سيدي على راسي. الزعترات والصابونات وكيس تفريغ. وكيس تفريغ ومكنسه ناعمه ومكنسه خشنه وصايه وصرمايه. سلام عليكم. حي اصلا اصلي. يا مع السلامه. يا عمي على مهلكم يا حبيباتي. عيوني انتوا على مهلكم يا حبيبي. دور مين؟ دوري أنا. وهي المعاملة تبعي؟ إيه عمي، هي ناقصة طوابع. أيوة حط لها. وين الطوابع؟ وهي
الزقوا حضرتك بقى صغير منين انت جنبها؟ من حما. من حما؟ يا سلام يا سلام على حما وعلى نواعير حما وعلى البوظة وحلاوة الجبن اللي بحما. شو هاد؟ ما في أطيب من هيك. عمي بدي أوصيك على كيليان بوظة وكيليان حلاوة الجبن. وهنا وقد ما بتدفع حقهم أنا حاضر. هذا إذا ما بصير سهلي. تكره ولو من عيني هاي قبل هاي. قال سألي قال هاي شغلة بسيطة. لك هالي ريت تعمل لي هون 3 كيلو بوظة و3 كيلو حلاوة الجبن. لا يا رجل ما بدك تطعم الجيران والضيوف 3 كيلو ما بيكفوا معها. معك حق. ضيوفنا كتار وجيراننا نفس الابنية لذلك خليهم 5 ب5. إيه هلا صارت مستهلة الهدية. عمي مشان تبيض وشك معي وش أهالي حما بتجيب لي حلوات الجبن محشيين بقشطة عربية أصلية. مو قشطة تكون مغشوشة وبتتوصلي بالفستات الحالي بفوق منها. حاضر. وبتريد شي غيره؟ لا سلامتك. طيب ايمتى ترجع لعندك؟ أخي بتشرف لعندي بكرة بس بنهاية الدوام. بتلاقي معاملتك جاهزة. ماشي بخاطرك. بأمان الله مع السلامة. غيره. أخي على مهلك يا حبيبي يا حبيبي على مهلكم يا عمري يا أخي على مهلكم. عشنا ويا ما حنشوف يا ما حنشوف عوجا والطابة مكشوف.